هذا بسم الله ما شاء الله تبارك الله عشانه. سمان وبط وعلى الملح. والحين حطينا الملح ونفرد المرخ على اساس ما يمسك الملح في البط والسمان. الحين فردنا المرخ فوق الملح طبعا على اساس يعطينا نكهه، وبرضه على اساس اللحم ما ينزل والمويه اللي في اللحم وفي الدجاج وفي البط ما ينزل على الملح فيخرب علينا الشغل. الحين نبهر البط والسمان. طبعا في شيء بخليه سبايسي. سبايسي خليه في الاخير، ايش رايك؟ الحين بهرنا البط والسمان. طبعا هذا الحار وهذا البارد. اول ما ننزل نحرك. بسم الله الرحمن الرحيم. عندنا سعود ما شاء الله تبارك الله يقص علينا قصص. صح يا سعود؟ طيب الحين حطينا البط العادي اللي بس بهارات اقلها. وعندنا البصل الان حطيته قصدير، لانه لو احطه على الملح راح يذوب الموية اللي في البصل وبعد كذا يخرب علينا الشغل الداخلي. نحاول بقدر المكان ما نخلي الدجاج او اللحم في اطراف القدر على اساس ما يحترق ويخرب علينا الشغل يطلع ريحه. ولعنا النار وخلوه على اعلى شيء ونقفل عليه لمده سلمكم الله ساعه ونص الى ساعتين الا ربع. هذه عوفة حط نقول بسم الله. أبى أجرب هذه أشوف أصبح شو رايك أبو شبير؟ ما ضبطت هذه ثقيلة. لا من تحت من تحت من تحت بسرعه. ايوه ايوه سريع ايوه سريع سريع سريع. لا لا خربتها رجعها. ايوه استنى انا ما احب اسوي شيء الا معاكم. بسم الله ما شاء الله تبارك الله. تعالوا امي تعال ما شاء الله تبارك الله. والله هلا والله من الشر. لا هلا والله هلا غلط. يلا الحين بدينا. بسم الله ما شاء الله تبارك الله. بسم الله غيرك. يلا الله حين يحييكم.